لما كنا كلنا مشغولين بل مهمومين، قل مغمومين، قل نفسنا مقصورة، قل متنكدين، قل أي حاجة بسبب أداء منتخبنا أو فشل منتخبنا في أداء في المونديال في موسكو. لما كنا في هذه الحالة كان في ناس تانية، مش في روسيا، كان في ناس تانية في أسبانيا بتحاول تهدينا فرحة. هذا العام أقيمت البطولة بالتزامن مع بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، والمونديال بالتأكيد خطف الأنظار من دورة البحر المتوسط. ولكن بعد خروج مصر المبكر المؤسف من المونديال، وجد الناس بعض السلوى أو تطيب الخاطر من نتائج أبطالنا في الألعاب الفردية في أسبانيا على شاطئ المتوسط. رفع علم مصر وعزف نشيدها الوطني على منصات التتويج قلل ولو جزئيا مرارة الخروج من كأس العالم. اشمعنى اسكندرية كل المصارعين والميداليات رايحة لاسكندرية؟ كابتن كرم جابر طبعا، يعني هو كلنا رحنا اصلا لعبنا مصارعه بعد ما كابتن كرم جابر جاب الميداليه في 2004. كده فعلا؟ اكيد طبعا، يعني هو كان مثلنا الاعلى طبعا في، يعني حتى اللي لعب قبل 2004 كان بيشوف كابتن كرم جابر من الجيل اللي موجود دلوقتي عامه. يعني مين هنا قريب كابتن كرم؟ هو أكيد هو انت هو. انت ابن اخته. انا اسرتي كلها كانت بتلعب مصارعه، يعني انا ليا 4 اخوات كانوا بيلعبوا مصارعه، فانا كمان الصغير اصغر واحد. انت تهريت. فكل اللي بيهزر معايا بيهزر معايا في المصارعه وانا صغير. يعني انتوا 4 اخوات ولا 5؟ احنا كلنا 5. انتوا 5؟ كنت انا اصغر واحد. 4 اخواتك الكبار، الاربعه الكبار مصارعين. فتخيلي بقى انا بيحصل في الصغير كمان. انا كنت بتفرج على الاولمبياد في 2012 فعجبتني فقلت اخش اجربها. ايه ده بالبساطه دي؟ لا 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 بس كده. لا يا ايه ده والله؟ والله بجد. ايام ما كانوا بيروحوا في التلفزيون المصري. انا لعبت اول ماتش مع بطل مقدونيا وكنت كسب الماتش في الاول، وبعدين الماتش اختلف بقى اللاعب، والحمد لله عرفت اكسب الماتش في اخر 3 ثواني في الماتش بحركه. اخر 3 ثواني وحركه غريبه يعني. طب ازاي؟ معلش اشرح لي. حركه بره المصارعه. والله طب اسكت لغير النتيجه. لا اشرح لنا يا كابتن. حركه غريبه اشرح لنا. يعني كنت خلاص مفيش وقت في خلاص 3 ثواني والماتش يخلص، فمفيش حاجه قدام اعملها، فروحت جاري ورحت نطت من فوقيه على طول. سمر كسبت 2 ابطال عالم في طريقها، 2 ابطال عالم سمر. يعني الكلام حضرتك، الكلام ان انا اخد ذهب او اخد ميداليه مش سهل. هم معسكرهم كان فين في المركز الاولمبي يا فندم، في المعادي. الحمد لله الحمد لله. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك ان البنات عندي، فريق البنات كان معسكر في الشارع، يعني معسكر بره غير المركز الاولمبي كمان يعني. فالحمد لله كانوا معسكرين هنا في المركز الاولمبي في المعادي، مكان محترم ومكان كويس للاعداد، لكن طبعا ما يهنيش وما يجهزش فريق قومي لبطوله زي دي. بطوله يقابلوا فيها ابطال عالم، لما ولد فيهم او لاعب فيهم يقابل 2 و3 ابطال عالم صربي وفرنسي وتركي. لا بس انا شايف ان احنا من يعني في ناس بتحمل اللعيبه بتاعه الكره المسؤوليه. انا شايف ان هو دايما الخطا ما بيكونش من اللاعب، يعني انا لاعب وعارف اللاعب بيطلع كل اللي عنده وكل طاقته، فانا شايف هو في مشكله اداريه او مشكله في التدريب او اي حاجه، لان مفيش لاعب بيبقى عايز يخسر، استحاله يعني. فانا نعذر اللعيبه بصراحه. احيانا تبقى المشكله في الهدف، هو انت هدفك ايه؟ هدفك البطوله ولا هدفك الشو ولا ممكن. هدفك البيزنس ممكن. ولا هدفك التعاقدات؟ يعني احيانا الهدف نفسه لما ما بيبقاش واحد وحيد بتبقى النتيجه محبطه زي ما حصل كده. يعني مش بالضروره يبقى خطا شخص او اكيد صح. بطلنا هو اصغر سباح عام في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، 18 سنة، هو الأصغر على الإطلاق في الدورة دي.
Seem to be away well. Golomev in lane 5, maybe just marginally ahead. Although the Turk, Umit Kangurez, might be just in front. Kodia right up there. The near lane's right up there too. Alberto Lozano in lane 1 and Andrea Vergani in lane 2. Who's going to get the touch? It's so close to call. I couldn't possibly call that. Was it Turkey? Was it Gurez with the gold? قولي بقى وانتو هناك يا عبد الرحمن كنتوا مشغولين باللي بيحصل في روسيا بالمونديال ولا لا؟ ما كان بعيد عنه. لا خلاص انا مش من محبي كوره خالص. بتحبش كره القدم؟ مش من كارهنا بس مش من ان انا لازم اتابع كل الماتشات بتاعه المونديال واتابع كل ماتشات الاهلي والزمالك لا خالص. طب كان بتجيلكوا الاخبار يعني؟ اه منتخب مصر خسر من السعوديه، منتخب مصر خسر من اوروجواي، منتخب مصر خسر من روسيا. روسيا دي كان قبل ما اسافر بيهم الصراحه. منتخب مصر ده روسيا دي انا كنت صراحه دي على فكره ده دي اسمها نقرزه. هو يعني هو مش بس بيقول يعني. لا والله خالص لا بس كلامك سليم يا عبد الرحمن. هو يعني الست اللي فرحانه قوي دي الست اللي بتعيط اصلا الست دي امي اكيد. بص اي واحده بتعيط دي حقيقه. مبروك مبروك لعبد الرحمن، كلنا فرحانين له جدا. وانا صغير خالص كان عندي مشاكل في التنفس كتير وكان عندي مشاكل في التركيز. ايه مشاكل صحيه حركة. ولا مشاكل في السباحه؟ لا في الصحيه عامه قبل ما ابدا سباحه. في التنفس كان عندي ربو مزمن وكان عندي مشاكل فرط حركه والكلام ده كله. فاتنين دكاتره بتاع الامراض الصدريه والكلام ده كله نصحوا ان انا العب سباحه، والدكتوره النفسيه دكتوره منال عمر نصحت ماما برضو ان انا. ده انت عديت على كل الدكاتره. انا مفيش دكتور في مصر عديت عليه. ده انت هايبر اكتيف ومشاكل في الصدر وطب. ده ماما ما خلتش دكتور. خالص لفيت على كل ماما اصحابها كلهم دكاتره. بركه فيك يا عبد الرحمن. بالظبط. فماما وانت طفل صغير عندك 4 سنين كان عندك مشاكل كتيره جدا. كتيره جدا. فقالوا لها الحل في ابنك ده. شقي ارمي في الميه هو يصرف اموره. في 2005 كنت داخل المنتخب ناشئين تحت الاختبار، حوالي 30 لاعب يصفوا منهم 8 يقعدوا في المنتخب. ف شفت الناس راجعين من اسبانيا وجايبين ميداليات وطبعا كل واحد بيقول قصته في البطوله كواليس يعني زي اساطير كده يعني. وارقام طبعا بالنسبه لي كنت لسه صغير يعني. 2009 حاولت ان انا اسافر، كانت في ايطاليا. واجلت الكليه وعملت اللي عليا وحققت ارقام في بطوله عالم الناشئين وجبت ميداليه، ولكن برضو ما كانش ليا نصيب ان انا اسافر. 2013 كان في تركيا، كان فيها ظروف الوقف والكلام ده فما لحقتش برضه العبها. 2017 الدوله اعتذرت قالت انا خليها 2018 عشان ما فيش فلوس. فين بقى وفين لما وصلت يعني؟ بس انت وراها يعني انت هتشارك فيها. هتيجي يعني. يعني الحاجه هتيجي. ايه سر بقى ان احنا جبنا كل الميداليات دي في رفع الاثقال؟ يعني اكيد في حاجه عندنا في الاتحاد في الابطال، معرفش في سبب يخلينا بنحصد عدد كبير من الميداليات الذهب. احنا مصدقين يعني. ممكن يا كابتن اتفضل. انتوا مصدقين؟ احنا مصدقين. وبطوله. اي حد فينا ماشي من هنا من البلد عارف انه هيروح يجيب الذهب وما ينفعش يقل عن كده. بطوله بتاكل 4 سنين فما ينفعش انها تفوت، وممكن تفوت والعمر ما يجيبش تاني ان انا اقدر اطول اللي بعدها. وكتير بيحصل كده. فبالتالي كلنا بنستموت فيها ان احنا نجيب. لينا تاريخ كبير في الرياضه. مصدقين. وعندكم حاجه تحافظوا عليها يعني. عندك حاجه مش قابل ان هي تضيع منك. اخذت مراكز، اخذت ميداليات، اخذت اسم حول العالم في اللعبه بتاعتك. فعندك رصيد مش عايزه. طبعا التاريخ نفسه لما كل ما بيعلى ما ينفعش اخش بطوله واتغلب من حد مصنف اقل مني. صح. يبقى شكلها مش حلو وبيبقى بالنسبه لهم انتصار كبير جدا. فانا يعني لذه اشوف الهزيمه في عينيهم دي، هي دي احسن من الذهب. انت منين اصلا؟ من دمياط. من دمياط حضرتك؟ انا من القاهره بس مواليد مغاها. المنيا مغاها. المنيا ساعات في القاهره. انا من الفيوم. انت من الفيوم وحكيت لنا مره في حلقه من الحلقات. ده واضح ان في مشاهد من الفيوم. حضرتك من الفيوم؟ يعني حاسس عشان المنيا. يعني بص اولا اهلا بيك. Yeah.
بص الفيومي الاصيل يعني هو عدى 5 ميداليات ذهب وفوت الكلام ده كله وسقف بس للفيوم. يا سيدي تحيه للفيوم ده يا فندم. لكل لكل ما انا متاكده انا متاكده. اهلا بحضرتك بشرفنا. انت من الفيوم ومقيم في القاهره ولا جاي من الفيوم؟ جاي من الفيوم. ودمياط حضرتك من دمياط؟ طب يا جماعه انت كل واحد باي. Underway and Osman already looks to be in front, made a fantastic start, also going well Marie Vatel in lane two, but Osman's going to take some pegging back already. It's Osman in lane four with the advantage. They're coming at her on the far side though. Munoz going well in lane five, but it looks like gold for Egypt again. Gold for Farida Osman, pretty comfortable in the end. I think Munoz got second. على مستوى بقى التجارب الحياتيه، ايه الفرق ما بين فريده دلوقتي وفريده اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت؟ يعني مثلا اتعلمتي ايه ما كنتيش بتعرفي تعمليه السنه اللي فاتت يا فريده؟ اتعلمت ايه؟ العيشه لوحدي برضه دي علمتني حاجات كتير قوي. ايه بقى زي ايه؟ طبعا انا لازم اطبخ لنفسي عشان لازم اكل اكل كويس. ايه تاني ممكن انا سمعت انك اتعلمتي حاجه ما كنتش بتعمليها ابدا، اللي هي انك تنزلي تجيبي الحاجات من السوبر ماركت بنفسك. انا انت مامي مكلماكي؟ لا يعني في انجازات حقيقيه. انت ما كنتش بتجيبي حاجه ابدا من السوبر ماركت؟ لا بصراحه لا ما كنتش بجيب، بس دلوقتي بقيت عارفه انا محتاجه ايه وكميه قد ايه وكم مره في الشهر، حاجات كده بقى متعلمها وانت يعني ما تعيشي لوحدك بقى، حاجات كده بسيطه يعني في تطور حاصل يعني. طب بتطبخي ايه البطله فريده؟ طب ليه كده تسالي؟ احب اعرف. احب اعرف. يعني انا مش طباخه يعني، بس يعني بطبخ حاجات يعني عاديه وسهله، رز مكرونه فراخ، بحب قوي السامن. بحب قوي اللحمه. انه كله معظمه الحاجات اللي هي بتيجي يعني بتجيبيها مش حقيقي مجمدة وتقولي عاملاها على طول. مش حقيقي والله العظيم انا بتعب برضه في الطبيخ. طب ما تقولي لي حاجه متعبه يعني. انا اللي قلتي لي المكرونه والبتاع ده مش متعب، قولي لي حاجه كده سوفيستيكيتد، حاجه معقده. لا معقده بصراحه انا مش هايله في المعقده. انت اخذتي جايزه افضل سباحه في افريقيا السنه اللي فاتت دي؟ السنه اللي فاتت بالظبط. السنه اللي فاتت دي اخذتي افضل سباحه افريقي في احتفال كده مش قليل صح؟ كان رحت براغ، كان باللجنه الاولمبيه كانت بتكرم اللاعبين كلهم، وبعدين كان في 3 سباحين كان او في على الفيديو. انا من افريقيا وبرده واحد من جنوب افريقيا كان سباح برده، وواحده من السويد برده كانت سباحه. بس انت الوحيده اللي من افريقيا. انا بس بتكلم على السباحين اللي كنت في احتفاليه عامه، وبعدين فجاه لقيت بنتين اجمل بنتين انا بشوفهم في مصر دلوقتي، ومن اهم البنات في مصر، كل واحده فيهم لابسه فستان بناتي جدا، وهما الاثنين في نفس اللحظه بيشاوروا لي او بيخبطوا على كتفي. لقيت الجميله فريده عثمان والجميله نور الشربيني، حسيت ان انا عايزه صورتكم دي ابروزها واحطها في مكتبي، احطها في الانتريه، احطها في الليل.